أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي موافقة مجموعة بريكس على انضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، مرحبا بانضمام تلك الدول إلى المجموعة. وأكد رئيس وزراء الهند أن إضافة أعضاء جدد إلى بريكس يهدف إلى تقويتها كمجموعة ومنظمة، كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، وأشار إلى أن ذلك سيسهم أيضا في تعزيز إيمان العديد من الدول بعالم متعدد الأطراف. الهند دائما كانت وتدعم توسيع مجموعة بريكس. الهند كانت دائما تعتقد أن انضمام الأعضاء الجدد سوف يساهم في فعالية بريكس وسوف يعطي نبضا قويا لديناميكيتنا ومجهوداتنا المشتركة، وكل هذا سوف يعزز ثقة الدول المختلفة حول العالم في تشكيل العالم متعدد الأقطاب. ويطيب لي أنه بفضل العمل المشترك قد تسنى لنا التوصل إلى تحديد المواعيد والإجراءات والتدابير لتوسيع مجموعة بريكس. على أساس كل هذا قد توصلنا إلى الترحيب بإثيوبيا الأرجنتين والإمارات والسعودية في أسرتنا بريكس.